السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم مع البطل الشيخ الحبيب حسن الشهري. كيف حالك يا حسن؟ الحمد لله. سمعت أن صوتك جميل مرة، ودنا نسمع صوتك هذا الجميل بأفضل كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. يا تفضل شيخ حسن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ما شاء الله تبارك الله. اللهم يا رب اجعل حسن من أهل القرآن، واجعله إماما للحرم المكي أو المدني. قولوا أمين. الله يسعدك يا شيخ.